The buffer solution is a solution that resists changes in pH as a result of either dilution. فهو المحلول الذي يقاوم التغير في pH. شلون يصير التغير في pH؟ كنتيجة إما إلى تخفيف المحلول either dilution or small addition of strong acids and bases أو إضافة كميات صغيرة من حامض قوي أو قاعدة قوية. المحلول بشكل عام المحلول البفر يما يكون حامضي أو قاعدي. في المحلول الحامضي عندنا يتكون من حامض ضعيف مع ملحة. حامض ضعيف وملحة. هنا عندنا مثلا ماخذين مثال عليه الحامض الضعيف اللي هو حامض الخليك والملح مالته اللي هو خلات الصوديوم. فحامض الخليك مع خلات الصوديوم. نلاحظ هنا من الرسم هنا من المعادلة حامض الخليك تفكك جزئي راح ينطينا بروتونز راح ينطينا H بلس والملح مال الحامض الخليك اللي هو الخلات راح يتفكك ينطينا الخلات جذر الخلات هذا تفكك تام. فنلاحظ هنا عند إضافة مثلا حامض راح عندني H موجب بروتونز اضيفت للمحلول هذه البروتونات راح تتحد ويا من؟ ويا الخلات هذه الكمية من الحامض اللي اضفناها للمحلول المنظم راح تتحد ويا جذر الخلات هنا مثلا وترجع تكون لي حامض وحامض الخليك نعرف تفككه جزئي يتفكك بنسبة ثابتة وبالتالي انه راح يحافظ لي على هذه النسبة وعندنا إضافة الهيدروكسيل إضافة قاعدة قوية راح يتحد الهيدروكسيل مع البروتونات مال الحامض الضعيف وبالتالي يكون لي مي أيضا ما راح يأثر عليه راح يستهلك الهيدروكسيل مع البروتونات مال الحامض هسه السؤال زين إذا استهلك الـ H مال الحامض مو بهيك حالة ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ايضا راح تنخفض قيمة الـ pH اللي معناها تزداد الحامضية او العكس يعني اي حالة من الحالات من راح يستهلك واحدة منهم وهذا راح يأثر على حامضية المحلول؟ اي نعم دكتور شلون ما يأثر لعد؟ شو تقولون؟ منو عنده جواب على الموضوع؟ بس raise hand ارفع ايدك حتى اعرف منو. عامر دكتور بس كان يقطع منين السؤال؟ السؤال هسه انتم مثل ما شفتوا هذا الشكل اي نعم عندنا اذا ضفنا الحامض قلنا العفو المحلول البفر مكون من حامض ضعيف وملحة تمام او قاعدة ضعيفة وملحة هسه احنا اخذنا مثال فقط على حامض ضعيف والملح مالته فالحامض الضعيف هو حامض الخليك والقاعدة الضعيفة اللي هي خلات الصوديوم نعم اوكي هذا أوكي. محلول بفر من ضفنا اذا ضفنا شوية من حامض قوي راح يستهلك الاتش البروتونات مال الحامض القوي ضفناها ويا جذر الخلات من المعادله الاولى المعادله الثانيه تبين اذا ضفنا هيدروكسيل يعني معناها قاعده قويه راح تستهلك ويا من ويا الحامض ويا بروتونات الحامض الضعيف نعم زين اذا استهلكت وياه وهذا راح يتغير غير راح يتغير البي اتش بشي حاله لو شيء يصير بس احنا ما يتغير عندنا ليش ما دا يتغير هذا السؤال دكتور هو راح يصير تفاعل لان صار عندنا قاعده قويه وحامض ضعيف راح يتفاعل القاعده القويه راح تتفاعل تجبر الحامض الضعيف تتفاعل وياه زي مو بهيك حاله راح يتغير البي اتش المفروض صحيح المفروض يتغير زين شو تقولون انت البقيه ما حد انتبه يعني وجود الايون مشترك
دكتور هو محلول لا منظم ما تغير البي اتش. الآيون المشترك لا تشت... لا شو اسمه تخلطون بينه ذاك بالترسيب بالرواسب عندنا آيون مشترك نضيفه حتى يبقي لنا راسب ما يذوب، هذا محلول غير موضوع. شلون عباس ايش قلت بابا؟ دكتور هو محلول منظم. اي ايش بيه؟ دكتور هو محلول منظم يعني البي اس بي ثابته ما تغير. زين، ما احنا دي يتفاعل هو ويا الحامض المفروض يتغير لان دي يستهلك الحامض. ها بابا هسه اذكركم شغله، حامض الخليك حامض ضعيف مو صحيح؟ نعم حامض دكتور. حامض ضعيف الى ثابت تفكك، وقلنا يعني من كل 100,000 جزيئه واحده تتفكك مثلا، نعم يعني دكتور. تقريبيا. فاحنا من كمثال حامض الخليك او غيره كحامض ضعيف، فتقريبا من كل 100,000 جزيئه كل 100,000 جزيئه تتفكك واحده وتنطينا بروتون. هذا قيمة هذا التفكك نسميها ثابت تفكك صحيح؟ وبالتالي عندي عدد ثابت بالمحلول. يعني مثلا حتى نقرب الفكرة لا أكثر ولا أقل، يعني هذا مو علمي بس حتى نقرب الفكرة نتخيلها، من هذا حامض الخلية كليته أكو خمسة يتفككن حسب ثابت التفكك، ثابت التفكك والخمسة يتفككن. زين بابا؟ فعندي أنا بالمحلول خمسة متفككات، من يجي هذا الهيدروكسيل ويتفاعل ويا ثلاثة منهم مثلا بقن اثنين، يرجع جزء من هذا ما متفككات يتفككين ثلاثة بعد يحافظ لي على الخمسة وياي. وياك دكتور. فهو بهيج حال ايش سوى؟ حافظ لي على عدد البروتونات وبالتالي حافظ لي على التركيز البي اتش، لان هذا ما ياثر على هذه بهالصيغه، هذه الجزيئه ما متفككه اسمه حامض، هذا الشكل هذه الصيغه الفورمات هذا ما ياثر على البي اتش لا يزيد ولا ينقص. من يتفكك الجزيئه اللي تتفكك تنطيني البروتون هي اللي تاثر على قيمه البي اتش. فعندي اني هذا الكميه الكبيره هي موجوده بس غير متفككه بالمحلول، الكمية الكبيرة هذه موجودة هنا غير متفككة بالمحلول، وبالتالي انه انا عندي لما يجي هيدروكسي راح يتفاعل ويا هذه البروتونات مال الحامض الضعيف، بس راح يتفكك جزء من الحامض الضعيف حتى يعوض هذا النقص، وبالتالي يحافظ لنا على قيمة البي اتش. واضح؟ بس اذا تفاعل ويا مثلا اذا ضفنا واحد مول من القاعدة يتفاعل ويا الحامض وينطيني خلات ومي ما يأثر على قيمة البي اتش، وإذا ضفنا حامض راح يتفاعل ويا جذر الخلات اللي هو الملح وملح الحامض وراح ينطيني جزيئة حامض اللي هي أيضا ما راح تأثر على قيمة البي اتش. فنلاحظ هنا القاعدة القوية والحامض القوي استهلكوا وانطونا جزيئات أو تراكيب لا تؤثر على قيمة الـ pH. هذه الفكرة العامة لعمل أو طريقة عمل المحلول البفر المنظم أو المحلول المنظم. عندنا إذن محلول البفر اللي هو المحلول الذي يقاوم التغير في الـ pH، هذه مهمة نخليها ببالنا. هسه مصطلح آخر غير محلول البفر، عندنا البفر كاباسيتي، سعة البفر. يعني اكو محلول يتحمل مثلا ينضاف لكمية قليلة، اكو محلول آخر يتحمل إضافة كمية ضعف قبل ما يصير بيه التغير. فبفر كاباسيتي نقصد بيها هي كمية الحامض التي تضاف قبل تغير قبل التي العفو خلينا نعيد صياغتها، هي كمية من الحامض أو القاعدة التي يمكن إضافتها لمحلول البفر قبل أن تتغير قيمته بقيمة واحد
يعني مثلا عندي قيمة بي اتش مثلا 4 محلول قيمة البي اتش مالته 4 هذا حامضي لو قاعدي؟ احسنت. اذا هذا محلول حامضي. هذا البفر الحامضي اذا ضفنا له حامض قوي فراح يقاوم التغير ب البي اتش بس عنده حد معين، عنده كباسيتي معينه. فهذه السعه، سعه البفر، انه هذا بفر قوي لو لا، كل ما تزداد السعه مالته كل ما معناها قيمة المقاومة للتغير بالبي اتش أكبر. فس عندما أضيف كمية من الحامض القوي راح يتغير بإضافة أستمر بإضافة كمية من الحامض القوي إلى أن يتغير الأربعة تصير ثلاثة. عند هنا عند هذه النقطة أقول إنه هذه هي قيمة السعة مال هذا البفر. تغير بي اتش تغير قيمة واحد من البي اتش كان أربعة صار ثلاثة بإضافة حامض قوي أو عند إضافة قاعدة قوية فرح أستمر بالإضافة إلى أن يصير عندي تغير في قيمة البي اتش ومكان أربعة يصير خمسة فأشوف ازداد واحد أو نقص واحد قيمة البي اتش عند هذه النقطة نسميها هذه بفر كاباسيتي. زادت قيمة البي اتش قيمة واحد أو قلت قيمة واحد عند إضافة قاعدة تزداد عند إضافة حامض قوي تنخفض. فهذه هي قيمة أو مفهوم سعة البفر. فكل ما يتحمل كمية أكبر إضافة كمية أكبر من الحامض أو القاعدة التي تؤدي إلى تغير قيمة وحدة واحدة من الـ pH كل ما تكون السعة أعلى كل ما يكون هذا الـ البفر أقوى. فإذا هذا المفهوم اللي هو نسميه بفر capacity. شوف هنا عندنا بهذا ولو هو يستبدل الصفحة الثانية شوي ينشرح أكثر نرجع لها. هنا هذا الكيرف مال التايتريشن لحد الان ما اخذته التصحيح مو بابا؟ نعم دكتور. نعم دكتور. ايوه لحد الان ما اخذت التصحيح، خليه ولعد بعدين نحكي به ولو ما يراد. شوف هنا احنا راح نرسم ادي هذه عمليه التصحيح اللي هسه راح تاخذوها المفروض لاحقا اللي هي من خلال مثلا عندي محلول مجهول التركيز لحامض او محلول مجهول التركيز لقاعده فانا اجيب العكس مالته اذا قاعده اجيب لها حامض قياسي او اذا حامض اجيب لها قاعده قياسيه. قياسي يعني معناها معلوم التركيز والتركيب. فانا مثلا اريد اعرف قيمه التركيز هذا الحامض الخليك راح اضيف له محلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم بوجود انديكيتر. ما نريد نخرج عن الموضوع. فمن نضيف راح نتابع احنا البي اتش. البي اتش مالتنا هسه بدا هو حامضي شوف اثنين وبقى استمر هنا. نشوف نضيف احنا نضيف الانيوش نضيف القاعده العفو ونلاحظ انه التغير طفيف بالبدايه الان بعدين يصير تغير كبير بالبي اتش. هذا هو البي اتش تغير كبير وبعدين يتحول الى محلول قاعدي. عند المنتصف اللي هو نسميه هنا الايكويفالنت بوينت اللي هي نقطه نهايه التفاعل من خلال هاي النقطه نعرف تركيز تركيز الحامض هنا عند هذه النقطه هذا اقوى بفر يكون عندنا. عندما تكون عدد مولات الحامض تساوي لنا عدد مولات القاعده. شوف هسه هنا عندنا سعه البفر احنا مو قلنا سعه البفر تمثل لنا قوه البفر قوه المحلول المنظم يعني ايش قد يتحمل
تنضاف لقاعدة قوية أو قاعدة أو حامض قوي حتى يتغير، تتغير قيمة الـ pH مالته وحدة واحدة. فسعة البفر تعتمد على عاملين، أول واحد اللي هو تركيز، العفو، أول واحد اللي هو مقدار نسبة تركيز الحامض إلى القاعدة إلى الملح، العفو. شوف الصيام ايش سوى بينا. فإذا الحامض عندما يساوي تركيز الملح مالته، مو قلنا احنا محلول البفر مكون من حامض وملحة أو قاعدة وملحة، فهنا بالنسبة لنا عندنا محلول حامض، عندما يكون تركيز المحلول الحامض يساوينا تركيز الملح، فنحصل هنا على أعلى قيمة للسعة لهذا المحلول. هذا يكون المحلول أكثر شيء يقاوم التغير بالـ pH، سعته تكون أكبر ما يكون عندما تكون التراكيز متساوية. هذا الفاكتور الأول، هذا العامل الأول. العامل الثاني اللي هو تركيز كل من الملح والحامض. احنا هنا نقول حامض مصرين، هو ممكن حامض ممكن قاعده لا ضير. يعني القاعده اذا كان عندي البفر او المحلول المنظم قاعدي، فبهذه الحاله عندنا تركيز القاعده عندما يكون مساوي لتركيز الملح مالتها مال هذه القاعده، راح يتكون عندي ايضا محلول بفر بسعه، باقصى سعه ماكسيمم كاباسيتي. فهو هذا اقوى شيء عندما يكون التراكيز متساوية، هذا الفاكتور رقم واحد. الفاكتور الثاني اللي هو عندما يكون التراكيز عالية متساوية والتراكيز عالية، فتركيز الحامض والملح عندما يكون مرتفع أيضا هذا يؤدي إلى زيادة فعالية وسعة هذا البفر، يؤدي إلى زيادة سعة البفر. فلازم يكون حتى أحصل على أعلى سعة، لازم التراكيز متساوية بين الحامض أو القاعدة وملحهم، وأيضا التراكيز مالتهم يكونوا مرتفعة، وبالتالي أحصل على سعة بفر عالية. عندنا أيضا خلال التصحيح، خلال عمليات التصحيح نحصل على pH يساوي pKa، يعني معناها عندنا تركيز الحامض راح يكون مساوي إلى تركيز الملح. تركيز الحامض عندي راح يكون مساوي لتركيز الملح، اللي معناها راح أحصل على أعلى قيمة للبفر. هسه شنو أنواع البفر اللي عندي؟ عندي بفر قلنا مكون من حامض ضعيف وأحد أملاحه، حامض ضعيف وملحه. انتوا بابا يعني هو الموضوع كله بهالشكل هذا، يعني ولا بكل صعوبة، يعني هو عبارة عن البفر راح نعرف انه هو محلول منظم، اي يقاوم التغير في قيمه البي اتش عند اضافه كميه قليله من حامض قوي او قاعده قويه. هذا خلصنا، عرفنا المفهوم مالته. السعه مال البفر، سعه البفر، بفر كاباسيتي، نقصد بيها مقدار الحامض او القاعده المضافه الى محلول البفر التي تؤدي الى تغيير قيمه البي اتش وحده واحده، هذه السعه. ايضا انتهينا، باقي هسه الموضوع كله بهالبساطه. اعرف ايضا شنو العوامل التي تؤثر على قيمه سعه البفر، عرفنا ان عاملين الحامض او القاعد الضعيف تركيزه يساوي الملح مالته، هذا نحصل منه على سعه عاليه او اعلى سعه ماكسيموم كاباسيتي. والعامل الثاني اللي هو يكون تركيز اثنيناتهم عالي، الحامض وملحه او القاعده وملحه. هنا عندي البفر نوعين،
حامض ضعيف مع ملحة، أو قاعدة ضعيفة مع ملحة، وكل واحد إلى قانون. القانون قوانين مالتها أيضا تشابه. شوفوا هنا هسه عندنا تلاحظون هسه بالأخير كله راح نصل لنفس الموضوع. pH هسه بالنسبة للمحلول الحامضي pH يساوي pKa معامل تفكك اللوغاريتم ثابت تفكك الحامض زائد اللوغاريتم تركيز الملح على تركيز الحامض. تطبقه وتحل أي مسألة تجيك، ما عندك غير هذا القانون. والحالة الثانية اللي عندك إنه قاعدة، في حالة قاعدة ضعيفة محلول بفر مكون من قاعدة ضعيفة وملحها، فعندك راح يكون بمكان الـ pH راح يكون عندك pOH وهنا pKb لأن قاعدة ولوغاريتم تركيز الملح على تركيز القاعدة، نفس القانون كأنه. واضح بابو وياي؟ اي دكتور هو هذا للأخير. نعم دكتور واضح ممتاز. فإذا عندنا هنا هسه راح ناخذ أول نوع اللي هو حامض ضعيف مع أحد أملاحه. حامض ضعيف هنا نشوف هنا الحامض الضعيف HA رمزي له. احنا الـ H هنا للبروتون اللي هو اللي يهمنا راح يتحلل وينطينا حامضية أو قاعدية، والـ A هنا أي شيء جذر أسيتيت CL ماينس BR ماينس مثلا هذا نشاء قوية بالنسبة للضعيفة للحوامض الضعيفة أي شيء الجذر مالتها ما يهمنا. فإحنا هنا نتهمنا أنه تفكك جزئي في الماء وينطينا بروتون والجذر. وعندنا أيضا الملح اللي هو هنا سوليد صلب أيضا في الماء يتحلل وينطينا محلول أكوياس سوليوشن محلول يعني متميه آيونات متميهة وينطينا الجذر اللي هو هذا شغلنا بيه راح يصير. شو هنا أنا ذني مشترك لذلك نسميه حامض وملحة أو قاعدة راح نشوف بالأمثلة الجاية وملحة. فنلاحظ لأنه الجذر هنا أنا مشترك بيناتهم. فلاحظ هذا ايضا كانما شلون الكامنايون تاثير الايون المشترك، بس هذا غير موضوع. هسه هنا عندنا الثابت عاده شو يساوي لنا بشكل عام؟ عافيه. كل الثوابت هنا عندنا هي حاصل ضرب المواد الناتجه مرفوعه العدد مولاتها مقسومة على حاصل ضرب المواد المتفاعلة. فالناتجة هنا عندنا شنو هي؟ عندنا الـ H موجب والـ A ماينص اللي هو الجذر، وهذا ما له قيمة هنا، لا راح يزيد ولا راح ينقص قيمته. هذا إذا كان صوديوم بوتاسيوم إلى آخره ما يأثر هنا على الحامضية والقاعدية، وبالتالي أنه ما يدخل أصلا. و الـ H هنا بيجي حالة من هذا اشتقينا من نفس هذا القانون مال الثابت. الـ H راح يساوي إنه Ka مضروب في HA راح تصير هنا لأن راح تتحول للجانب الآخر مقسوم على الـ A ماينس. راح آخذ اللوغاريتم مال هذا الاشتقاق فراح يصير ناقص لوغ H موجب ناقص لوغاريتم K A إلى آخره نعوضها راح يطلع pH يساوي pKa ناقصا لوغاريتم الحامض على على الملح. أقلبهن ذني حتى أحول هذه الإشارة من سالب إلى موجب راح يصير عندي هذا هو القانون مال pH. pH يساوي pKa زائد لوغاريتم الملح على الحامض، هو هذا اللي إحنا يهمنا هسه. سهل وينحفظ. لاحظ هنا شلون التطبيق مالته. عندي هنا سؤال كلش مهم انه اني
ما أحير بالسؤال، يعني أفكر بشكل أنه ممكن يعني يسوي ردة فعل عندي. فببساطة أشوف السؤال هو عن شنو يتكلم هنا، أنا عن البي اتش، شو عندي بالبي اتش؟ إنه قانونين، لو بي اتش هذا مال البي او اتش، فمباشرة أجي أشوف شنو اللي عندي هنا أعوضه. لا تفهمون شلون؟ يعني لا تعقدون الأمور، لا بهذا الموضوع ولا بغيره، بأي شيء عندك شوف أنت شنو المطلوب من عندك وركز عندك. هسه راح تلقي القانون اثنين هن اللي يشتغلن على هذا الموضوع، وبالتالي أنه مباشرة بس شنو المتوفر عندك من متغيرات بالمحلول بالعفو بالسؤال تعوضها بالقانون وانتهى الموضوع. فعندي هنا أنا يتكلم لي What is the pH of a buffer solution؟ هذا البفر سوليوشن مكون من شنو؟ مكون من ال HF حامض الهيدروفلوريك 0.1 نورمال، و 0.1 نورمال ايضا من ال NAF اللي هو عندنا هنا هذا الملح مال هذا الحامض الضعيف. اذا كانت قيمه F pKa، اذا كان قيمه لوغاريتم ثابت التفكك للحامض الضعيف، هذه قيمته منطينا اياها. إذن هذا السؤال الأول، إيش قد قيمة الـ pH لهذا المحلول البفر؟ فمباشرة عندي الـ pH شو يساوينا؟ pKa زائد لوغاريتم الملح على تركيز الملح على تركيز الحامض. الـ pKa منطيني إياها بالسؤال عوضتها، والتراكيز عندي 0.1 على 0.1، إذا منطيك إياها نورمال إذا منطيك إياها مولر، بما أنها هي نفس التراكيز نفس الوحدات، فمباشرة اكتب الرقم مثل ما هو وعوض، طلعت قيمة الـ pH مال المحلول. تلاحظون قيمة الـ pH هنا هي تساوي قيمة الـ pKa. الآن الشطر الآخر من السؤال، and what is the pH and change in pH delta pH نقصد after the addition of 0.01 مولر of HCl to the buffer solution. وش قد راح تكون قيمة التغير في الـ pH بعد إضافة 0.01 مولر من حامض الـ HCl؟ هذا محلول، هذا حامض قوي HCl. فعند إضافة هذا التركيز من الحامض إلى المحلول، وش قد راح يصير قيمة الـ pH؟ وش قد راح تكون قيمة الـ pH؟ فراح نلاحظ هنا أنا. بعد ما ضفنا الحامض اللي هو تفككه تام لو جزئي هذا الـ HCl، تام ممتاز عافية عليكم، هذا حامض قوي وبالتالي تام التفكك مالته، فراح يتفكك من هذا الـ 0.01 هو نفس المقدار من الـ H موجب، فراح يصير عندي كان 0.1 وأضيف إلى 0.01 وصار عندي هنا 0.01. هذا الملح شوف هنا هسه نرجع، هذه الفقرة شنو هي؟ تذكرون الحين شفنا بالبداية، راح أرجع عليهن بس تشوفون. شوف إحنا من عندنا H موجب انضاف للمحلول مال محلول بفر حامضي، ويا من تفاعل ويا القاعدة، تلاحظون شلون اللي هو مع الملح، خلينا نتكلم تفاعل مع الملح والاستهلك مع الملح، فالملح كان 0.1 أضفنا له 0.01 من الحامض اللي هو راح يتفاعل وياه وينهي تأثيره، فراح يصير 0.1 ناقص 0.01 لأن هذا راح يقلل من قيمة جذر الخلات راح يستهلكها، وبالتالي سنرجع على مالتنا المثال.
إذن هذا تركيز الملح اللي هو نفس تركيز تركيز ال F minus، تفاعل هذا ال F minus مع الحامض المضاف وانطاني 0.09 مولر، قل 0.1 صار 0.09. نجي نطبق القانون ونفس التطبيق دائما. شوف هنا ايش راح يصير عندي، هذا ال pH يساوي ال pKa زائد اللوغاريتم الملح على الحامض، صحيح؟ من ضفنا هسه حامض قوي، الحامض ينضاف على الحامض، زيد من الحامض ولكن نقص من الملح. بس من ضفنا حامض نفس الـ 0.1 راح ينضاف على الملح على الحامض وينطرح من الملح، فراح يصير هنا الـ 0.1 ناقص 0.01 يصير 0.09 مع الملح، في حين راح ينجمع ويا الحامض، لان حامض على حامض راح يصير تزداد عدد البروتونات بحساب، فيصير 0.11. نعوض راح نشوف مقدار التغير بالـ pH 0.087، فالتغير جدا جدا طفيف، تغير طفيف جدا، كان 3.16 صار 3.08، فشي تغير جدا طفيف 8 بالألف مقدار التغير بالـ pH. مع العلم الحامض اللي أنا ضايفه حامض قوي وتركيزه أيضا عالي، حامض قوي وتركيزه عالي. هذا نلاحظ التغير في الـ pH، the pH difference was very small، كان جدا صغير، because the solution is buffered، لأن المحلول هنا عندي منظم، وبالتالي قاوم التغير في الـ pH. هذني طبعا الـ pH chart ممكن نشتريها جاهزة مثل ما تلاحظون هنا، نشتريها من شركات معتمدة، نشتري الـ pH يجينا جاهز ونستخدمه مباشرة، أو إحنا ممكن إحنا نحضر الـ pH اللي يناسبنا. شوف هنا هسه أخذنا المثال السابق، أضفنا كمية قليلة من حامض قوي، فالحامض انضاف إلى الحامض، هنا أضفنا في حال أضفنا لهذا البفر الحامضي أضفنا كمية قليلة من قاعدة قوية، فالقاعدة راح تستهلك مع من؟ مع الحامض، وبالتالي راح يكون تركيز الحامض ناقصا تركيز القاعدة المضافة، في حين الملح راح يزداد، فإن كلهن واحد يزداد الثاني ينقص وبالعكس. هسه هنا عندنا مثال، calculate the pH of the above solution after the addition of 0.01 molar of NaOH. الأبوف نقصد على المثال السابق، المثال السابق اللي هو 0.1 HF و 0.1 NaF، ضفنا له 0.01 حامض وشفنا التغير بالـ pH، وهنا ممكن أنت تجربها أيضا بالبيت، ضيفون 0.01 من القاعدة هالمرة وشوفون مقدار التغير بالـ pH. نفس الموضوع بالضبط طبق الأصل، ولكن هنا عندي قاعدة ضعيفة، هذا النوع الآخر من البفرات اللي هو قاعدة ضعيفة مع أحد أملاحها، اللي كان ينطبق على الحامض هنا ينطبق على القاعدة طبق الأصل. هنا شوف عندي هذا الحامض ما لنا علاقة به، شوف هنا القاعدة ايش راح تكون عندي، راح ينطيني أما تنطيني هيدروكسيل قاعدة قوية و الأيون السالب مالتها، الأيون الموجب العفو معاها، و الملح مالتها ايضا راح ينطيني كاونتر ايون، راح ينطيني او كومن ايون، راح ينطيني نفس الجذر مال القاعده، فراح يصير عندي
القاعدة قوية وملحها، وراح يكون مشترك في الآيون الموجب مالته. بالحامض كان مشتركين بالآيون السالب، هنا راح يكونوا مشتركين بالآيون الموجب. نفس الطريقة اللي تعاملنا مع الحامض راح نتعامل بها مع القاعدة. عندنا الثابت شي يساوينا؟ يساوينا حاصل ضرب الآيون هذا، التركيز النواتج على المتفاعلات. النواتج هنا عندي الآيون الموجب الجذر مع القاعدة، وعندي مضروب في الهيدروكسيل مقسوم على، هنا عندي شنو؟ هذا مي ما لنا علاقة به، وهذا الملح ما بقى أصلا كله تفكك، فعندي بس القاعدة الضعيفة. فإذا هو حاصل ضرب تراكيز الآيون السالب اللي هو الهيدروكسيل عفو مضروب في الجذر مال القاعدة اللي هو الآيون المشترك بين القاعدة والملح مقسوم على القاعدة، هي حاصل ضرب النواتج على المتفاعلات. والOH إعادة تنظيم هذه المعادلة راح يصير عندنا الOH يساوي لنا KB في تركيز القاعدة على الجذر القاعدة اللي هو الآيون المشترك بين القاعدة والملح. نكمل الاشتقاق، راح نشوف عندنا نفس الطريقة، ناخذ لوغاريتم للطرفين، فيصير عندي الـ pOH يساوي لنا pKb زائد لوغاريتم أيضا تركيز الملح فوق على القاعدة. هناك كان عندي الـ pH يساوي تركيز الملح فوق وتركيز الحامض جوا، هنا أنا عندي الـ pOH. زين السؤال pH زائد pOH ايش قد يساوي؟ أربعة عشر. عفوا pH زائد pOH يساوي 14، وبالتالي هنا نقدر نحسب pOH ونحوله إلى pH بسهولة. هنا راح تبدي عندكم مسائل النهاية، ما عندنا شيء، هو خلص الموضوع. إذن مسائل أنتم تجربون نفسكم بيها، مسائل محلولة، ومثل ما قلنا لكم سابقا الحل، لا تشوف الحل، لا تقرأ الحل، شوف السؤال شنو هو فقط وتحله أنت بدون أن تطلع على طريقة الحل، وبعدين تقارن به. فأعطيكم هسه هذا مثال، أعطيكم إياه assignment و تحلون أنت الأمثلة، صراحة نشوفها شنو هي. شوف هنا فقط عندنا نفس الشيء. شوف هسه لما نضيف عندي بفر قاعدي، يعني مكون من قاعدة ضعيفة وملحة، عندي إضافة حامض قوي إليه، كمية قليلة من حامض قوي strong acid، اللي راح يصير الحامض راح يستهلك مع القاعدة، فيصير تركيز القاعدة ناقصا تركيز الحامض المضاف، في حين الملح راح يزداد زائدا تركيز الملح زائدا تركيز الحامض المضاف. وفي حالة انه اضيف قاعدة، فالقاعدة راح تنجمع مع القاعدة، يصير تركيز القاعدتين تركيز القاعدة زائدا القاعدة المضافة، الملح راح ينطرح منه تركيز القاعدة المضافة. بالضبط طبق الأصل نفس الـ pH. هنا عندنا سؤال، how many grams of potassium acetate، اريد عدد غرامات خلات البوتاسيوم اللي ممكن اضافتها الواحد لتر من محلول حامض الخليك 0.2 مولر حتى تنطينا محلول بفر قيمة الـ pH مالته 4.6. إذا علمت أن الـ pKa للحامض هو 4.745 ولا بها كل
فلسفة مباشرة هو القانون واجي اعوض به المتغيرات. ماكو غيره. محلول بفر حامضي، هذا محلول بفر حامضي، هذا القانون مالته. pH يساوي pKa زائد لوغاريتم تركيز الملح على تركيز الحامض. اعوض به راح يطلع عندي تركيز الملح. تركيز الملح حتى انا اريد عدد الغرامات ايش قد راح اوزن من الملح واضيف لهذا المحلول حتى يتكون عندي هذا البفر. فالتركيز شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الكتلة على الكتلة المولية اللي هو عدد مولات، لأن هو عندنا واحد لتر، لا تنسون هذا الموضوع. أنا عندي واحد لتر، لو غير شيش أنا أقسم بعد على الحجم، عندي واحد لتر فما يحتاج. فعندي هنا إذا الماس على المولر ماس، الكتلة هنا راح يساوي إن حاصل ضرب التركيز في المولر ماس اللي هي الكتلة المولية، وينطيني عدد غرامات الحامض اللي نحتاجه. انتوا عندكم بالمنزل مضروب في ألف على ألف، اللي هو نحول الحجم من اللتر للمل. شوف نفس الطريقة بقية الأسئلة. هذا السؤال الآخر وأيضا الحل مالته، مثل ما قلت لكم حاولوا أنه تحلوا بالورقة مو هيك بالنظر، ورقة وقلم وأحل السؤال بدون الاطلاع على الحل.